من ذا الذي يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم اضطهاد؟ من ذا الذي يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم اضطهاد؟ لأجلك نعاني طوال النهار مثل نعاج يساق إلى الذئب. لأجلك نعاني طوال النهار مثل نعاج نساق إلى الذبح. إنما في تلك الشدائد نغلب بالذي أحبنا. من ذا الذي يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم اضطهاد؟ لا الموت ولا الحياة، لا الأرض ولا السماوات، يسوع. من ذا الذي يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم اضطهاد؟ من ذا الذي يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع؟